تبديل لحياة الإنسان. ثم بحكم أننا من الله علينا بهذه الأنوار وهذا الكتاب الذي هدانا إليه ومن به علينا ونقرأه ونفهمه، بالتأكيد أن عندنا يعني من أسباب حل الأزمة التي تعاني منها البشرية ما ينبغي أن نبرزه وأن نتحدث عنه وأن نقدمه للناس لنخرجهم به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشقاء، من ظلمات التعاسة. الظلمة ليس أنه يعيش في كهف أو يعيش في خيمة أو يعيش في بادية، الظلمة الحقيقية هي ظلمة الروح. ولو كان الإنسان يسكن أعلى أبراج الدنيا ويركب أفخر المراكب ويدخل أفخر الأماكن ويأكل أطيب المآكل، يبقى ثمة في القلب حاجة متاع جسدي فقط يا شيخ. نعم، لا يمكن أن يسد هذه الحاجة هذا الإسراف وهذا الطغيان في ما يتعلق بالجانب المادي.